ما في الافلام عديده موجوده حاليا بصالات السينما، اخترت لكم البعض منها رح نشوفها هلا بهالريليسز الجديد بالسينما. Your great great grandfather was once the richest man in Boston. So how come we're so poor? ضمن افلام هالاسبوع الفيلم الدرامي انفينيتلي بولر بير عن والد بيعاني من اضطرابات نفسيه، عم بيحاول يرجع زوجته من خلال الاهتمام ببناته اثنين. هالشيء ما رح يكون سهل ابدا. مع مارك روفالو وزوي سالدانا. دارنا في ظهر بعض، ولا يجي علينا هنقطع له وش. ولا نرفع سلاح على حد ولا نشتغل في المخدرات. عشان كده لما اقول نبطل هنبطل. وفيلم الاكشن العربي ولاد رزق عن حياه اربع اخوه مرتبطه لمدى الحياه بنمط الجريمه، وبعهد قطعوه على انفسهم من زمان بالابتعاد عن هالنمط، ولكن مشاكل عديده بتواجههم من بعد مشكله عمليه فاشله. مع احمد عز، احمد الفيشاوي، والاخراج لطارق العريان وزياد الوشاح. رح نتابع هلا مع ضيفنا باستوديو اليوم، ورح نحكي عن موضوع كثير مهم واللي هو موضوع المحافظه على الات موسيقيه واعاده ترميمها وايضا ابتكار الات موسيقيه جديده، مع شخص صار له سنوات طويله من هو وكثير صغير بالعمل الموسيقي، ان كان بالكونسرفاتوار بالدراسه وايضا من بعدها بالتعليم وبالتعاطي مع كل الالات الموسيقيه اللي موجوده. ومنرحب اليوم ببيتر النعمي. صباح الخير بيتر. يسعد صباحك. واهلا وسهلا فيك اليوم معنا باستوديو عالم الصباح. موضوع الموسيقى بنعرف قديش حلو، قديش واحد حلو ينمي هالحس الموسيقي عند صح. الاطفال وعند الاولاد الصغار بالتحديد ليكبر معهم، وهيدا الشيء بلش معك انت بعمر كثير صغير. اي نعم. ومع آلة صعبة بالعادة بنعتبرها اللي هي آلة الكمان. نعم، آلة الفيولون. فبدايتي كانت هي عن عمر سنتين ونص، كنت تلميذ رسمي بالكونسرفاتوار الوطني، واعتبر لحد اليوم اصغر تلميذ تسجل بهيدا العمر، لان كان عندي موهبه خارقه وكنت كثير يعني ملم بهيدا المجال، وحياتي كانت الموسيقى ولم تزل. أيه. فبلشت حياتي بدراسه، مش بس انه بحب او هوايه، اكيد الفضل للاهل اللي دعموا هالشيء. انا اليوم تبعت هالمسيرة، وكان حلمي من أنا وصغير يسألوني شو بدك تكون بيتر نعمي، قلن أنا مصنع آلات موسيقية أكيد. إلى جانب التعليم أنا اليوم بعلم وبصنع آلات موسيقية، وعندي شركة وعندي ماركة مسجلة بيترز لتصنيع بتشمل كل الآلات الموسيقية. فانطلاقتي كانت أنه من بعد التعليم يسألوا بيتر نعمي شو بدك تعمل بس تكبر، مثل ما بيسألوا أي ولد. إيه. قلن أنا مصنع آلات موسيقية، وبلشت بعمر السبع سنين بلش صنع كل شيء من حولي حوله لآلة موسيقية، من أشياء، من أساطر، من نربيش، من علبة، من صندوق خشب، من شيء شد علي أوتار، وكان عندي آلات موسيقية، وكنت بهالوقت أنا كمان عم كفي دراستي. وهالحلم وصل حتى عملت شركتي، شركة بيتر ميوزك أند مور، يلي هي بتصنع الآلات الموسيقية ومنصلح وأكسسوارات وكل ما هنالك. وقدرت وصلت بال 2012 إنه سجل علامة فارقة أو ماركة مسجلة بلبنان براند اسمها بيترز. وهون في عندي هيك عتب صغير وجاي بكل يعني بكل قوة وزخم تأحكي وخبر هالناس يلي بحبهم وهالناس يلي وخصوصا تجار الآلات الموسيقية يلي هن بلبنان، يلي أنا بكل منهم كل احترام. صحيح. وأنا نعم. أول ما يعني كانت بدايتي معهم وأنا عشت معهم حتى علمت لهم أولادهم وكذا، في البعض منهم اليوم بس ينسألوا عن ماركة بيترز، هالماركة المسجلة للآلات الموسيقية، يعني بيقولوا ما في شيء بلبنان اسمه ماركة مسجلة لبنانية، ما في ماركة لبنانية، ما في تصنيع لبناني. فأنا اليوم بيجي بقول لهم أنا كل مقابلات وكل حكي إيدي مفتوحة لكن لأن إحنا بنكمل بعض، هن تجار آلات موسيقية بس أنا مصنع. وبعدين أنا بصنع الآلة يلي أنا بتشبهني ويلي بمتناول الجميع، بصنع للمبتدئين وللهواة وللصغار وللمحترفين من بيترز. هي هالماركة بيانويات، جيتارات، فيولونات، أعواد، ساز،
آلات نفخ من كلارينات ساكسوفون ترومبون ترومبيت لآلات إيقاعية من درامز وطبلة وكاتم ودفر، يعني شملت كل هالشي. هلأ كيف عم بيتم كمان تجميع كل هالمواد لحتى تقدر تنفذ كل هالآلات الموسيقية اللي كل واحدة منها بتتطلب مادة معينة، مادة مختلفة، لأنه آلات النفخ غير آلات يعني اللي كمان فيها أوتار أو سترينجز وهيك، بقى كل هالأمور كيف عم تقدر تجمعهم كلهم مع بعضهم لحتى تقدر تنفذ هالآلات اللي بتوصل لكل الأعمار؟ نعم، اول شيء انه كان حلمي الكبير انه انا يكون في عنا اكتفاء ذاتي بلبنان، بس للاسف بالوقت الحاضر يعني بتتعذر، بتعرف وضع لبنان، لازم انه يكون في عنا مصنع او يكون في عنا اتوليه بالاحرى. فانا تقدر هذا مشروع المستقبل ان شاء الله يتحقق بلبنان، لانه لبنان بلد قدموس، الحرف طلع من لبنان، كل شيء بيطلع من لبنان، الثقافة، ونحن بلد منفتح على العالم وعلى الكون كله. فأنا عندي كذا أتوليه بالعالم، وبقدر سميه لك وين، يعني عندي بألمانيا، عندي ببلغاريا، عندي برومانيا، عندي بتركيا، عندي بالصين، عندي بكذا بلد، بأتوليات كتير صغيرة مع معلمين محترفين بشتغل أنا وياهم. يعني أنا برسم، أنا بفصل، بساعدوني كذا، وبجمع هالآلات، وأكيد تحت اسم ماركت بيترز، وهيدي الشهادة للي بعد في عنده أي شك أو أي شيء، إنه بيجوا بيسألون ما في شيء اسمه بيترز، ما في شيء، لا نعم في بيترز، أو يعني معقول إنه حدا يصنع آلات موسيقية بلبنان؟ بعتقد إنه هذا التوضيح. حتى وبتسأل الشخص كيف، بقول لك قالوا لي سمعت حكيو. هلا نحن خلينا نحكي على الجوانب كمان الايجابيه بعملك بيتر، واللي هي موضوع كمان ترميم الات موسيقيه قديمه لحتى واحد يحافظ فعلا على هالالات، لاوقات بتم فقدانها وفي تراث مرتبط فيها. كيف عم تشتغل كمان على هالموضوع؟ كيف عم بتلاقي هالقطع اللي هن هالالات الموسيقيه القديمه وتعيد ترميمها ايضا؟ هلا كالات انا بصنع الات من اخشاب قديمه ومن اخشاب عريقه وعمرها كبير، بصنع الات كلها تحت اسم بيترز. بس انا بصلح الات موسيقيه لهالاشخاص اللي بجيبوا لي، يلي ورتين عود عن اهله ويلي كذا. انا ما يعني ما برمم الي عتيقه من عندي تبيعه، انا ببيع منتجات بيترز يلي هي شركتي بتملك هالماركه، لانه هن بيحبوا يحافظوا على شيء مثل ما يعني مثل ما عم نقول من ارث هالشخص الكبير اللي ترك لهم اياها، او من ارث فنان يمكن اوقات يكون أكيد. حصلوا عليها يقدروا يحافظوا عليها ليقدروا يستعملوها كمان. واكيد وهالخبره يلي بتدوم يعني دامت ولم تزل، يا رب ما بعرف قديش، يعني صار لي 42 سنه بين الالات الموسيقيه، هالخبره اللي صارت موجوده. وكمان انا بصفتي كباحث، يعني انا ما في متحف، ما في معرض، ما في مزاد، ما في شيء الا انا بشارك فيه اكيد خارج لبنان، وعطول بفتش حتى اعطي لشركه الافضل، واقدر صنع موسيقية تكون بمتناول الجميع بشكل جيد جدا بأخف كلفة، وشي يكون أنا راضي عنه. لأن أنا القطعة قبل ما أعرضها للبيع أول شيء بصفتي كمصنع بدي أعمل آلة أنا أعزف عليها، لأن أنا بعزف على 46 آلة موسيقية باحتراف، هذا شيء صعب كتير، وبعلمهم بميثود تبع عندي 19 منهج للتعليم. يعني أنا اليوم ما بتقتصر بس إنه جبت آلة وبعتها، هيدا مش همي. عشان هيك أنا بناشد كل هل بيشتغلوا بمجال التجارة، بقول لهم انه احنا بنكمل بعضنا، انتوا تجار، انا بيتر نعمي، انا مصنع، انا وياكم ايدنا بايد، صحيح عملكم متكامل لازم، نعم، يكون مع بعض حتى نقدر نشجع بعضنا، مش انه يكون في انه ما هو ما بيسوا او كذا وهو بعد ما شافه. وانا بقول لهم بدعيهم بهاللحظه، بقول لهم انه لكل واحد عنده اي شك او عنده اي شيء انه لبنان، لا لبنان فيه كل شيء، بقول لهم انه ما بدكم فيزا تتسافروا على قرايتم مثلا، على يعني قرايتم بجانب قصر الشهيد رفيق الحريري، على الابر جيت، بوج الابر جيت تبع جامعه الايو، نعم المركز الاول هو بكفرحين، بالشوف بس بلشنا من القريب، يعني حتى ما بتعرفي ما يكون في تراجع بالشوف. انا يعني بمنطقه الشوف يلي هي يلي انا من الشوف يلي انا بفتخر هالشيء، بكفرحين على طريق عام بعقلين، يعني حد مغارة كفرحيم يعني بالتحديد، وببيروت كمان بوجه الايو الابر جيت. يعني ما انه مشوار بعيد او بده واحد انه
يتكلف يوصل يجي يشوف عن قرب وساعتها نعم يعني يعطي رأيه عن قرب، مش قالوا لي وسمعت وشفت وحكي. بيتر أنا انت بتعطي كمان محاضرات بكل العالم كمان وبكل المناطق، يعني او اخذت كمان محاضرات بالعالم واعطيت محاضرات بكل المحافظات اللبنانية لحتى تفيد الشباب والشباب اللبناني حتى يقدروا يتعلموا قديش أهمية الموسيقى وكيف يتعاملوا مع الموسيقى بالشكل الصحيح. قديش بتعطيهم او كيف بتعطيهم هالرسالة اليوم بتوجهها من خلال عالم الصباح؟ من خلال عالم الصباح بقول لهم انه يعني لبنان بلد الحضاره، بلد الفن، نحن بدنا نوع على شغله انه نحن بالموسيقى يلي انا بعتبرها هي صوت الله على الارض. صحيح. يلي هي اجمل واسمى الفنون، بس هي انا بقول لهم الموسيقى والفنون لانه الفن بيختلف انا بنظرتي عن الموسيقى. فالموسيقى يا ستنا انا بسنه 2013 اطلقت حمله بتقول بالعيد احلى هديه اله موسيقيه، يلي هي هدفها اعطيت 600 محاضره بكل محافظات لبنان من الشمال لجنوب لشرق للغرب. هذا بتقول انه بدنا نستبدل الاله الحاده باله موسيقيه تقعد مطرحها. بسنه 2014 نعم 2014 اطلقت حمله بتقول الموسيقى حق للجميع. مش انه الاله الموسيقيه غالي كثير ما بنقدر نشتريها، لا انا في عندي الات بتبلش باسعار ابتداء من 5000 ليره، وكل هالمحاضرات انا اللي بعطيها مجانيه. وانا هلا بقول لهم ايدي مفتوحه لاي حدا بده محاضره، انا ناطره، لاي حدا بده بحث، لاي حدا بده اي شيء انا جاهز وبشكل مجاني، حتى لانه عندي رساله انا رسول موسيقى، رسول محبة يلي بيحمل آلة موسيقية وبيألف وبيكتب إكزرسيس لتلميذه وبيألف مقطوعة موسيقية وبيصنع آلة موسيقية. ما ممكن يكون ما عم يعطيه أجمل ما عنده، ما في يتصنع. لأن أنا لما صوتك حلو يا بيتر غني لي، بتعزف على العود سمعني، مش بجيب واحد تاني هلأ بسمعكم فلان، لا انا الاله نابعه مني، هالمقطوعه الموسيقيه هي طالعه مني كمدرس. بتالف كمان أكيد. معزوفيه اكيد انا كل طلابي كل دروسهم انا بحضر لهم بخط ايدي بالريشه كيف بتلحق، وبقولوا انه معقول حدا هو انجأ كل حياته يتعلم على اله موسيقيه، انه كيف بيلعب بيتر على 46 اله موسيقيه؟ مش شوفوا اليوتيوب، شوفوا المقابلات التلفزيونيه، شوفوا الحفلات اللي بعملها، شوفوا الكونسرات يلي انا بطلع فيها بلبنان وخارج لبنان. هل عندك دعم من الدوله اللبنانيه؟ انا عندي دعم من الدوله اللبنانيه انه معي تذكره بيتر نعمل لبناني. صحيح. وهيدا اكبر دعم، ومن هونيك ورايح يعني في الله وفي انا وقدراتي، لانه لبنان نحن لبنان. صحيح. نحن لبنان وهون لبناني بيكبر فينا كمان، هيدا كثير اساس. نحن ما نتشكر كثير وجودك معنا بيتر، اهلا وسهلا فيك ويعطيك الف عافيه اكيد على كل هالمجهود اللي عم تعمله، وايضا على حبك للموسيقى اللي هي اساسيه كثير بحياه كل شخص فينا. شكرا لك. راح نتابع بعد لحظات محطاتنا المفصله مع الشيف عبد الله ورشه بلح، اكيد خليكم معنا. We'll be right back.